السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة خكية ديليس. اليوم جبت لكم وصفة ديال الدجاج بتتبيلة رائعة وزوينة زوينة بزاف. هاد الدجاج هذا رفقته بالبطاطا فريت ورفقته كذلك بقشوشات ديال الدجاج اللي طيبته هويا في واحد صوص مغايرة الذوق، ورفقته كذلك بلا مايونيز اللي فات ليا وسبق وحطيتها في القناة. دابا نحط لكم الرابط ديالها. هاد الوصفه هادي جد مهمه للناس اللي ما كياكلوش لو غرا، ما كياكلوش الزيوت. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وندوزو للمقادير. خديت هنا دجاجه فيها 2 كيلو اونص، غسلتها بالليل بالماء والحامض، وعاوتاني غسلتها ودرت ليها الملحه وسكينجبير باش تشرب ليا هذاك سكينجبير والنسمه ديالته، وغدا نعاود نغسلها باش غدا نستعملها. لهاد الدجاجه هادي غدا نحتاج القليل من الملح لان الدجاجه يد اللي بيتها في الملحه، شويه ديال البصل، لوريغون ممكن تعوضوه بالزعتر، ولو رومارا او الازير الاعشاب ممكن تعوضوها باي اعشاب منسمه نتوما كتفضلوا. وهنا عندي القشوشات ديال الدجاج اللي درت لهم نفس العمليه، غسلتهم حتى هما بالليل بالماء والحامض، سقطرتهم قطعتهم طريفات ورقدتهم في الملحه وسكينجبير باش حتى هما يشربوا ليا هذيك النسمه ديال سكينجبير، وغادي نعاود نغسلهم باش نطيبهم مع بصله كبيره محكوكه، ثومه صغيره محكوكه، دمه ديال البنه ديال زعفران شعره، بزار، قليل من الملح وزيت الزيتون. من بعد ما غسلنا الدجاجه ديالتنا ونقيناها مزيان، غادي ناخذ واحد المول اللي كيدخل للفرن، غادي نديرو فيه قياس معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي ندوزو عليه كامل بالشويته ديالتنا جميع الجوانب. غدا ناخذ الدجاجه غدا ندير فيها من الداخل شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، الازير ولا الغمارة، والقليل من لوريغون. ودابا غدا نجمع هاد الدجاجه هادي نديروها في المول ديالنا بسم الله، وغادي نديرو ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار من جميع الجوانب. وغادي نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون من الفوق. غادي ندخلو الدجاجه ديالتنا الفران اللي حنا سبق لينا وسخناه على 130 درجه باش طيب على خاطرها. غادي نخليوها طيب 3 ديال السوايع، وكل نص ساعه غادي نجبدوها وغادي ندوروها للجهه الاخرى، ونبقاو مستمرين على هذه العمليه حتى كدوز 3 السوايع. ودابا غادي ندوزو باش نطيبو القشوشات ديالنا من بعد ما غسلناهم مزيان بالماء. غادا نحك هاد البصله اللي عندي وهاد الثومه، غادي ناخذو الكوكوت غادي نديرو فيها القشوشات ديال الدجاج، وغادي نديرو فيها كذلك البصله والثومه محكوكين. غادي نزيدو القليل من الملح، القليل من الابزار، وغادي نزيدو الضمه ديال البنه ديال زعفران شعره. انا تعمدت انني نغير من لاغوم ديال هاد لاصوص هادي باش ما تجينيش بحال النسمه اللي كاينه في الدجاج اللي انا دخلت الفران، يكونوا مغايرين مع بعضياتهم وفي نفس الوقت يكونوا كيتواتاو. غدا نزيد نص كاس صغير ديال الماء، وغدا نزيد قياس 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غدا نخلط هاد العناصر اللي عندي كامله، نسدو الكوكوت ديالنا ديروها على عافيه متوسطه. إن فوا تبدا الصفاره كتصفر غادي نقصو عليها على الحد ونخليوها طيب على عافيه مهيله بزاف بزاف. يوجد الدجاج ديالنا ويوجدو القشوشات ونعاودو نتلاقاو.
الدجاج ديالنا ها هو واجد، طلق لاصوص ديالو وتحمر لينا. دابا غادي نحطو في طبق التقديم. القشوشات ديالنا ها هما حتى هما واجدين. انا غادي نزيد فيهم هاد المريقه هادي اللي طلق ليا الدجاج. بسم الله. وصلنا لنهايه حلقه اليوم اللي كانت عباره على الدجاج طايب في الفران بتتبيله بسيطه بزاف بزاف. انا قدمته مع لي فخيت من بعد ما طيبتهم، درت لهم شويه الملحه والبزار، وقدمته كذلك مع لاصوص ديال القشوشات ديال الدجاج ومع لا مايونيز. كنتمنى انني نكون فتكم ولو بالقليل في هاد الحلقه هذه، وامسيه سعيده والى اللقاء. اركيا ديليس.